ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. سيداتي أنساتي سادتي أينما كنتم، طابت أوقاتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مساء الفل للناس الكل. كل أنظار العالم تتوجه الآن إلى استاد سان سيرو بمدينة ميلانو، أين يقام بعد لحظات بين العملاقين فرنسا وإسبانيا. أبطال العالم فوق الميدان، قنوات بي سبورتس كالعادة تتفرد يا سادة في نقل أكبر الأحداث العالمية، والليلة نعيشه أجمل سهرية. ليس هنالك الكثير من اللاعبين، هذا جابي وفران بخوف كبير يضع الكرة في الركنية. رافائيل فران متيع بدنية قد يعاني منها تشواميني، فيران توريس، توريس والمخالفة، مخالفة تشواميني، متوسط ميدان موناكو الفرنسي، كثير من الاندفاع. أوتوني تايلور السفينة الإنجليزية تؤشر على المنتخب إيطاليا في نصف النهائي بهدفين لفيران توريس. ألونسو نجم البلوز، بوسكيتس، لابورت، فيران توريس، أرزابال، هذه هي الأسماء الإسبانية. ألونسو حبة غدارة، أراد أن تكون غدارة، لكن هذه اللحظة الحكم الإنجليزي يعلن على نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي 0-0 بين إسبانيا وفرنسا. مشاهدينا الكرام، نعود بكم إلى استاد سان سيرو لمتابعة أتوار هذا الشوط الثاني من هذا الدور النهائي للنسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية. ممتازة كفار وألونسو، ألونسو الكبير، ألونسو أمام مبابي، مباراة نهائية تقبلية سلابيا وزا اي فيراغس. الأمانة منتخب إسبانيا أقرب للتسجيل من منتخب فرنسا في ظل هذه الأوضاع. كرم وزا، وهذا ما هذا يديك يديك يا فرنسي، ترتدم الكرة بالعارضة. هذه هي الفرقة الفرنسية، فرقة تنويمية، فرقة مغناطيسية، كلام تنام. وبعد ألونسو يوسع، ولولا أوباميكانو تعود من بعيد هذه الليلة، أبرز فرصة للديك، وهو الكرة، وأرزابال، وأرزابال، جول، 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 الليلة، الليلة الإسبان، هم ملوك الزمان، والفرنسيون، يا سادة، في خبر كام، فرقة إسبانية شبابية تتلاعب في النجوم. وكان المتادور في الميعاد يا حبيبي، في الميعاد. كيليان مبابي من اجل رد الاعتبار، كريم بنزيما، ايش هالليله، ايش هالليله يا فرنسا الجميله. ابطال الكره العالميه يعودون من بعيد بفريق عديد، كريم الكره الذهبيه، كريم بنزيما، واللي فعله ومبابي. هؤلاء جان غريبة، كيليان لم يكن رسام مثل ما كان كريم الآن. رودري التسويب والركنية للمتدار، أقل من 20 في كلام لفك الارتباط بين فرنسا والإسبان. وهذه كرة فرنسية مرتدة، تسويب مبابي خارج النص، كيليان مبابي مرة أخرى يبشر بالاختبار فلكية. هذه كرة بروس تسبب في مدافع في مدياب منذ دخول بينو، كرة جول المنتخب الفرنسي. قلت لكم مشاهدينا الكرام، يبقى غدار بالريمونتادا عادية وتاريخية لويس إنريكي في وضعية الانهيار. ايش الليلة، هذه هي فرنسا الجميلة.
جميلة جاية الجاتي بالحل يراوغ لا مرة من كيمبمبو الجدار الأسمراني الفرنسي امبابو يحاولوا كيران شوف الكرة جول جول لا غريبة غريبة لعب أليكس بوسكيتس كرة من أليكسو أنتوني تايلر يطلب اللعب مدى سبايدر وسلام الإنجليزي كرة ضيعها سبعة التسويق الكرة منه يوسا شوف الكرة للتوب ميرينو تعادل اوه يجو باريس بطل كل الابطال تصدي رائع من كريستا كيمبمبو وأنتوني تايلور مشاهدينا الكرام يؤشر على التتويج المنتخب الفرنسي بعد فوزه باسبانيا بعد ريمونتادا تاريخيه من